أنا والله دوني وأنا لا شيء ماشي وأنا لا شيء لكن أنا كوش شيء وحني وأركتيو الربو أنا قلت لك إن لا تحجريو من هي دوتي دوتي بدني أنا ربع ساعة شيها مدني هذا كم سوكت غيره غرانا وقتها هي أنت كوسا بس أنا لوضع بارتي سيستم كا إن سومالي كشغل يمكن لو حزبي لكن كبدن لو بهي هي سوت لو بهي واشغنا سيادة وقتها هي واحد ميركو كركران هدي شرتو أو غلا إسكس ما يستانيسو يدرون دمضة سوالي ما بشغلين يسوا سوا ما شغلين يسوا وهي هي كل مدى جارجار كهود يارنا يسانو مدى بنو كم قيّة أما جورج الشيخ شريف أنا تقولي على تان أي نقطة أما شو ما دان ما محي وعلى هذا وقتها إني أنا كروس بيرسي كتير نو يا جول مجدية وحكوف الكينة إنه مركز هذا يكتب ولدي هو رمضان حوينا محمد عبد الله فرماش لكن كي يأرمه معناها يو مركز أركته قاب كهذا تولدي رمضان حوينا حسن شيخ وش قينا مع فرقه وله حياة سلام أفر إلا باتن سنة أو ستيت إن جنوري أو دورشة دعيسي ما أمرنا سا إن النقطة مركي وجوه الرئيسي إيه كتب لعدو إن النقطة كرت مكوه مغطى بتحوينه وقتي سواد مانيا برلمانك وقتي سواد مانيا مركا حد فراغ بسوريا ما دعي كرو ما فهمتي مركا إن دورشة دعدو جنوري إيد وخصف مركا أنا وحرمنا ماشى سلي باك دعي تطبع كل دنتي أي سنة إن دنتان الله من حريستو وقت ودي باك جلي dadan ba daawaca ilaahay hubo boogadayo een waxa sabay u dhinteena oo hadda qof yani mas'uulada qaadaya anigu aan ka soo tagay 2019 ku way dhacday waqtigii furore January 8 2014 way dhacday waqtigii ka horeeyay 2009 January 8 way dhacday marka trendkaasi inuu socdo wax dadka ku xisaabtamaan weeye waladan arjaan oo leey oo siyaasadeedu meesha aad ugu xoog badan tahay wax ma ka aragtay een maartu waa badan yahay een dad badan waxa jira mudug musharaxiinta la yiraahdo dad badan kor sida dawladda u diidana waa jiraan badlan hal mar baarlamaanka istaa in la isku dayay extension ayada dagaal ba ka dhacay maadaama aad madaxweyne soo noqotay een shan sano soo maamulaysay hadda een ku jira een rajo ah inaad is sharaxdo mar kale oo aad een madaxweyne ka noqotay Puntland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما هي قدر أنت بدنا ملك استوى عالم كا كجوجتان وحائس ورتك شيء نا ورئيس الله يشو رئيس الوزراء ورئيس الصومالية مدحويني ورئيس دولة كوليت كا بنتلان عبد الولي محمد علي قاس ورمتي كم إذا إن مرت شرفتي كقب كشيء شركي أم السياسيين تي أم مدحدي هرا ودك كقب كشيء شركي لبدا مال مدكس عنا يي هوتيل كديكالة مجلة مقدشة ومدحوين حسن الشيخ محمود أو شركة تومينين إن مدن كسر لو تلفيش ك S M S مركز لبعضنا شركة سي إن محيط هاي سوته ومدحوين وقع سومي مدحوين يا شهرة رئيس الوزراء يا شهرة هي سياسيين تي مجا على هاي وما سنت هاي عشان عدة أكما هنغيا ورئيسها هذه هي بعد هذا تي في جا إن مدحوين وستور سيا بشيء غيبة سوت عسماد أسمية وحين أحيد رأي أورورين كسابسن قد سعود كدول نظر صومارية وما حيت هاي ولا سعود تايو قلها وضع ترشيق قرن كحي صوصارين وحل يرى هذو بروبوزلس أركتيو كسابسن قاب كدول نظر صومارية لورابو أما هنغوط لنك حزبية دا أما هنغوط لنك غفرنر نسك وحل يرى هذو أو the type of the government dowladda noocay ay noqonaysaa parliamentary ma noqonaysaa presidential ma noqonaysaa ee doorashooyinka ay u dhacayaan iyo qaabka ay noqonayaan ee dib u eegista dastuurka arrimaha la xiriira waa barnaamij weyn weeye ee aragtay kala hayeen dad badan oo anuu aan kamid ahay oo odayaal kale kamid yihiin aragtida ka duwan ayay lahaayeen marka de in la soo yimaado laga wada hadlo ilaa dowladnimada waa la wadaagaas moogtahay dowladnimada qof gaar u leh ma u jiro soo noqon bay ka dhaxaysaa aragtida kala duwan ba laga qabaa marka in dhisu yimaado oo marka arrimahaas la faguro ay ahayd sumaatinka laakiin kulaha wada tashiga qaranka qodobada uu soo saaray marka la eego sida madaxweyne ku xigeen la sameeyo sida maaragtay tuhun laga qabo in dowladdu shan sano ay ka dhigato xisbiyadan labada ah wax badan ayaa jiray marka arrinta rasmiga ah ee madaxweynaha isla qaadateen maxay ahayd
فيري أرتا أنا قو proposals بان لكاني أنا قو counter proposals بان كاني أركتيا لكاني كوا كدوان بانو كاني إن مركا وده هذا البكي بعد هرتني لقوا ده هذي قو أعمل لجاري ولا يهاي كان على سكور راعي ما كان على سكور راعي ما تشيرين لكن ما دم مدحوي سجع هذا شو قا سهل كسجع هي إن سام مدحوي لا مركا أنا قو رأيي جا يجا قضي على هان أنا وش يجنو سدوا إحنا ليهين سدوا إحنا لقوا ميهين إن أي أحد ماشي لكن أمر له وذا جاري لأن وقتها وحامل كل الجار وحياه وبهم ويا إن برلمان كله مريو إن هندية شرعية ذي لقى صوبيو وبروسس دير ما هو واحد أو أنت لسكورة على بريل لي هاي سواء أساسي نقول هيسا وحال لسكورة دي دين هايو أركت أهان إن سياسيين تو سواء مالدو أي أد وقبية دي دين ووح ما أركت هاي إن لوجي دو إن انترناشنالي يو معناها كده هبا إن أرين لك هوري يمدوي مركا هذيكم محاط غبتين مركات ماشي إيماني زين بربوسل وي لكن محاط غبتين ما أنا واشين أرتي هذا مثلاً أنا ولا دوني وأنا لا شيء ماشي ولا قش شيء إن لكن أنا كوش شيء وحني وأركتيو إن الربو أنا قلت أنا كيجي إلا تحجريو مرك دوتي الوي بدني وقتها أرنت كوسا بس أنا لوضع بارتي سيستم كا إن الصومالي كشغين كرين لو حزبي لكن كبدن لو بهي هسوت لو بهي واشقنا هذا أنا هذا ده عاود كل هذا كهلية ده يد تكري وبهنا يساب إن سعد أي قادته وحكم إذا ب سيستم كله إذا برنامج سيستم كا والديمقراطية إن أو السو ودي لحدين كي لحدين سجال كي كبعدين عارته إلى حدة إن سجل الهرم ريو سجل اللي جاب بدله كله اللي جاب بدله لكن قال له آدين واحد هذا سيستم كأم ذو حين ماذا يكو حجين كبرسين شيالك برك الرماس وصار كوش اللي جاب بده ووي عديد حاشي أنصوص هني بكو عديد إن أرتدى مثل دون أن قبنه مرك قاب كأن غنى يان ونتيل وحوين أو دوكيومنتية بدل اللي جسمي أبه هواي هذا يحس عدد ذاك هذا وكوش راح يا ده وقته ما هي النبض لكن ورمتيت كأن أن أرجني أو een afayenka war faafinta ra'iisul wasaara uu akhriyay mid ka duwan miyaa la soo saaray ma kumarkii baa la soo saaray kumarkii waa aragtiin baro marinaya kumarkeygan waxa suuqa ku jirta inuu san ki rasmi ga ahayn qodobka shanaad midka oo dhigaayo soomaahan oo oranayo in wax extension la yiraahdo aysan maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu intaba ayaan soo jeedin midka aleedin soomaa fiiri communicate hadda anuu kuma akhrinay idin kan rabaa inaan raadsataan waqti maayo mid kaan aragno suuqa ku jira ku sheegay sheegay walaal ka yoo wala siiday ama suuqa ku jira suuqa ku jira waa raaysataan ee haddana details aad anuu kuma sharxi karo wixii ku qoraa laakiin communicate wala soo saaray oo ah in aragtay kala duwan meesha la suugay waxaan rabaa sax aan sheeha mudane hada kama suuqta daro walaal ee lan waqti hela isu suuqa waxa weeye communicate wala soo saaray ma fahamtay communicate wala ku ahaa ama kuma qornay waxa ku qornay talooy in article duwan la qabay ka bacda article duwanaa la soo sheegay ee ka bacda dib loo ballamay in fadhi inta ka duwan oo ka tir badan la yeesho midada kale go'aanka anagu kaliyana ma lihiin madaxweynaha kaliyana ma laha go'aanka umada Soomaalida dhanba iska leh waa in civil society ka qayb galaan waa in all the focus groups laga qayb galiya dowladnimadu ma aha moogta wax gacan wa garatay marka process dheer maraysa ka bacda dastuurka la gelinayo ka bacdi saa u soconaysa way marka tii aan proposal ka aan aragnay aan ku sheegno waxa waaye waxaan madaxweynaha tala ku siinay ama aan tala soo jeedinta waxay ahayd oo tala ahaan loo soo jeediyay in mid kororsi aanu jirin way waxa waxa suuqa midan ka warkay badan ba ku jiree waxa 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 een anigu ma oranayo halkaas ku jiraaye idinka wariyaal horta raadsada laakiin wax la yiraahdo go'aamo ku qoraa ee madaxweynaha saana iyo saana ku niri wax la yiraahdo ma jiraa madaxweynuhu waxa dadka ragga ka qayb gala qaarkood ay leeyihiin een madaxweynuhu justi wuxuu rabaa inuu yiraahdo waxaan la kulmay siyaasiyiintii waxaan la kulmay uradii bulshada waxaan la kulmay wax u qarsoona jiray taama waxaas ma aaminsan anuu murku baalnaa dadka waxaan akhrinaa anagu dadka warkooda miya akhrinaa madaxweynuhu marka arkaynay niyad wanaag fiican buu la yimid ma fahamtay nin tal raadinaya oo tal in loo jeediyo u baahan oo una okoboon una diyaar ah buu anaga ila ahaa laakiin anagu dadka calooshoodana ma akhrinado qalbiyadoodana ma akhrino ma fahamtay taas ilaahay baa awoodda iska cid kale ma laha hadduu madaxweynuhu ku adkaysto
إن قالها NCC أما قالها وذا تشجع وحي أي صوص عارين أو أه إن ما ملك بلدي من تكررس الله سمايو إن حوها إيه مدحوين كحو هدو أرنتها قات كيستو ما هي تلدي إنه نغنيس أنا رد ما أمس أنا إنه قات أساس إنه نغنيسو هدي أساس قات كيستين هذا نغنى يا رين برا لما تشرد ينبا وقتها مركا على كل حال بس ده هذا وقتها قفك هدي أسكا أسيوم قرينه إنه حمانت أم كليئة يا وحن نيجاتيف كا هدي قلب يجي مر بيكجو حيزو ده ريت الصومالي تعليه بكم بتحيبه ما فهمت سؤال حتى هذا مسلم وشو شيك مسلم وشو نوقع قاعدو ما فهمت مدحوين هادو مسلم هنا شو بو شيك هذا انكم مسلمين تينا شو قاعدتا ما فهمت اكو شيك ولا لا مرك انا قال نقوم اورنين وحي قال وضعنا يا ايو وحا قفك هاد وحك وشيك كلاوي انا كم ورقه واني جرت ارنتاس لكن انا ليش دود في عم كدعدي وديال وين باسيميد مدحوين يعني بي هاي الوزاره بي هذه وديال كرو قيمه لها كجري ميشا ما هو وح موقتهاي وحن سوق طالقه موقتهاي سوشيال ميديا عيالو قرقريان ده وحاس موقته أنا جرنا درايف جريم صح أنا جوز سخيان واي 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 هلكن ما ملكو بلد جدا قاد أركتيد إن وحلاصه صاري مدحوينه قامده لجاري إن تلسو جدين تنوع عنو كله إن ما أملينا سأنا أقبل كلام واي وح كتيرة وح ماشي كدع وح كتيرة إن لبسهم فيري رأو فرت فيري وحوى دود دودنا إنا سعوت توي ما فهمتي دول قبل هذا لفتي جوهذا شركة دم بيران دون عسان سلاي هاي شركة إن لقوا عريه ويا تلاقين كيجي أي قد دم دم إن لقوا بندقة ويا ما فهمتي أي قال لفتي هذا حلا جاي على هدا سيادة وقتها وح ميركو كركر هدا شرتو أو غلا إسكسر ميسان يسون دول دم هذا سواري ما مشقين يسوا ساق ما مشقين يسوا مركا تاعي جو تعلى وفكر كذا أنا ما جرنا يحكوا فكر الدونا waxay soo doonaan adan ma saadaalin karo kama warqabi karo laakiin anaga halkaan iyo wanaag ma la nimid madaxweynuhuna fikrad iyo wanaag bulayimid wala isuyimid wala wada hadlay dood dheer baa dhacday maaha wax oo maartay sahlan maahayn dood dheer baa socotay dood adag baa ahayd fiicanna laakiin positive aanay sii la tahay marka aan rajayno wax fiican dhigayso aan rajayno wax fiican soo baxaan dadka Soomaaliyeedna yaa rajada mar walba laga fool xumeeyay ما فهمت. مركّة أرجين وفي عن كسب بحان أرجين إيه فكر في على سلقات. وهي هي كل مذا جارجار كهاد يران إنسان ومدعونه كم قيّة. أما جورج الشيخ شريف نتقول يا لتان أي نقطة أما شو مادان ما محي. تذكى هذا صاحبها وصور الشقيين يوي. جوريا كل مزة حلو كل بواي. يا هجر يلا كل من. ما بولس استيد با مو كده. يا اسمي هنتلاقي كعانك سماري الله ممكن مكر فيري والله كل ما يا والله سوء إمارة يا ما فهمتي جروب بقى سوء إمارة يا لا والله سوء إمارة يا سلسلة على سوء إمارة يا شنشن بقى سوء إمارة يا واحد دي يعني مشيران مركا وصاحبنا واتشرينا ما فهمتي مركا وقت استعصم عليه دول ماها وحلي هذا وقتها إنا كروس بيرسي كتير نو يا قول مقدية وحكوف الكينة إنه oo dhibaato ma garanay ma jirtaa golo marjac ama golo inaad yelanaysan siyaasiyintii la kulantay oo madaxdii hore ah wadanka waxaas laga wada hadal waxaas ma fahamta siyaasiyintii kale soo odleedahay madaxdii hore dalku in badan kamid isku fikrad ma baahba marka golo marjac ay wada suubsadeen hadda ma jiro laakiin sar rag odayaalaha oo wada hadla oo arima ka sheekaysa Soomaaliya sida saxda ahayd badde dalku dalkayga waa nuxseeyay waa ay jiraan لكن هذا المرجع كده حيو انت الله الشري قال لكو قاري ما اوجره ما لو ده قنعسين يا مركا تروين كي مدعوين لو جيدي يجواب يو وحا ما غير كي توقت كده انا ودينا شركو شلو سو دمادي مس مس درهاد بهيت درهاد بو سو لا ما لو سعودي ولي سلو قال لبن رقا قار كود كجرا ليرا ادو وا كو فهمي لكن انت سياسيين تكلم ما حد كتريمس والله انا وح حمار وح وح نياد حمار انا ان اركي ما جيرتو wax halkaas meesha ka akhridan soo daas ma la kulantay adigu godash kale ma la kulantay ma wareysatay qaar kood waan aragnay hadda wareysatay marka anagu hadeen xumana maana arkinin shidana maana arkinin meel shaasna qofal baa wuxuu qabay oo calafsa ku jiray iyo wixii fikrad ay la ahayd waa u dhiibtay qof wax soo hadda qof maxay calaf ugu jiraysa wuxuu rabay waaba sheegay haduu sheegay wuxuu rabay hal sugo jawaabta soo laabata waka way hay in ugu dambeyntii qodobkan waxaan rabaa inaan ka weydiiyo marka aad eegto dawladda hore madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dhaqankii iyo arimahi macnaha iyo marka aad aragto
قابك هذا تورد مدحوين حسن شيخ وش قينيد ما فرقيه أقول حياة الإسلام أنا هذا أرتاح وقتها وحن كهذا كهذا كره ما فهمت إنه كم أتوقع كم الجواب بدي وقتها وحس وشركة كله أنا حرب أنا دقوا رئيس تؤن أرميه أنا سوقني أقول حس كله ما سنت هاي وحن ربا إن واحد هاد أضي أديجي عمر عبد الرشيد تجي بنتلان مركا بنتلان قانة كسر سارتين قانة دي أتكسر سارتين من دقن كلام بيكولته ماذا أنا قلت تلان شيء ذي تلان أن شيء ذي نواد أركتين بنو مرينا يا سو ماها مركا أنا جا أضيع البنا هين وأركني مدحوينها دلكم مدحوين ولا هي هيرد أصلا لقى قري إدي أهرس أرن إسقى هاي تذكر كلو استيكول دريسك أمس كأها محل يرى هذا سامري هذا السياسة دلك لو أركن أما هالنقطة عن سيفل سوسايتي أما هالنقطة عن ذاتك معارضك أما هالنقطة عن ضد مدرسة وحل يرى هذا مشرحين تا تبغون كترسن عارف ولا نوع أركني مركا وهاي أورما سميني اسمه ذا والله كلنا والله صوتا إسلام بشير إسلام عيسى يبغر برهان إنت والله كلنا إيه اسمه كلا أضياره يضلك أضياره هذا كم بده مرك وحي طلع إن أنا أحيد فرقي جوا وادرسني وحال سكو حيو يقابك للسكو حيو مرك وحي طلع إن أنا نقطة إن لا داف ويدنا وصوصة رواشنا بده حين أنا وقجيني ولا سيء معارض كأي ضد كلنا وانسيني مرك أرجعينه إن شاء الله إن أي وحي طلع وكان فعينا أي قاتان أنا وحرم الموقت أنا سمعي إنه ميل السوق إيمان كرو بريتش السوق إيمان كرو لقد دودي كرو موقتهي أو دود كفر مكرتو يا بعدين هذا ولا كلا فديا موقته إن لسوي ما دو لدوده أو دود تما دو أيا رمنا كبعض الأسقى العيو وياها مدحوين تاني مركا عدلك ولنتين إن ربا إن قانا أتوجي ديسين أو كله نن قادنا يا مكولة كا أو أيك أوين تهي إن إن دايركت إلكشن ستة فبراير إن أنت وصلت دورشدو أي سنة دبوا قدر جنوري أي جنوري أي ما جنو وحياة بنا ما تبيش نكون غري أردت أسميت كم بداية هاي سيدات الجنو قلنا على دافين سيدات عادي قاعد هاي سوتو إن بتاتهم بدي إكستنشن دبوا كنا يا بقول لنا هالمرة بالله ما نيا استا إن اللي سكود دي إكستنشن أيضا ضيع لما كان دعي إن حمارة يلا بكون يكودين أي هاي مركا أنا ومركا دورش دعوه ديمقراطية دا لا بتبادي ولا إلاليو dad kuna ay dastuurkaasna la ilaaliyo oo san noqonin wax un la iska cid doonta wax doonta ka saarto wax doontana ku darsato isan noqonin dokumentigaasi yani political agreement wax dokumentiga looga baahnaa dastuurka in heshiis siyaasadeed lagu gaaro inta heshiiska horta sameysan waa mid dadku ay badi ku qancayn oo macquul la tahay laakiin waxa warar soo baxay sheegayaan oo dadan wareysanay تأي شيء جيان إن سعيدني أوسن ولكو قناع سنين مركا أردت النوع عاصم كون مغتا أردت أنه مركا مش تقدر لن معنا نهين وحب ظن ما ذحينه ها مركا كوا هذا اللي ودنين يين مش هو كوتشرة وحب ظن معارض الدنين يين وكوتشرة ما فهمت قف بقول كيا بقول وحر من هلا جاي مجرو هذا قف هلا يو ده ده وحى وي محاب اللغة هلا يا وي ما فهمت مركا أنا وحر من مش أصلي باك دعي dad ba ku dhintay ay sanahay inay dhintaan allah uu naxariisto waqtigoodii ba galay dad badan ba dhaawac ah ilaahay u boogadhayo waxa hada sabab ay u dhinteen oo hada qof yaani mas'uuliyad qaadaya ama responsible ana la yiraahdo mas'uul ka ah ama ma u jiro marka anagu ma rabno marka inta kale in hadana dhimato dhibaato inay dhacdo waxaan rabnaa in wadankaas waxa lagu yaqaan nabad galiyo waxa lagu yaqaan dad dhul waqtahay een nabadaha marka loo eego Soomaalida inteeda kale muddo garanaysa marka nabadooda ku in adkaystaan waxa dhibtu ay ka socotana aan isku dayn in xalino waxa ugu weyn oo meeshaas wax walba ku dhici ka ku dhici karaan waa in qaabka oo taladiina u arko madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani marka waan la kulanteen madaxweynuhu nin raba in uu qaato talooyinka aad soo jeediteen ma umuqdo madaxweynuhu de anagu talo u soo jeedinay waana uu noo warabay waxa jirana uu noo sheegay waana la doodno arintaas aad baan wala hadalay marka inuu qaatay inuu soo qaadan dadtaas Allahu aalam ilaah baa garanaya
لكن وحي أنا يقول لك روح بدن تاعي وأنا سلا يا هاي وأنا أقول كتشرة إن وإذا كان فعيا وإذا يعني أو قاعد تدي وقتها أو مقارنة سا أنا يعني أنا شعلان الحين إنه أنا يعني أنا كو قنعه وأنا شعلان الحين هدو دوت كقبانة دي دوت داس مركة اعتماد دميسكا ويسيه معارض كأي وضع هلان كبعدنا مكرنا إن لقى أردت لقى هالشيء أو أسنا كل ما فرق هذا قاعد كذا الدم إن أي معارض كأسوس أركا يانو أقولانا يمدحوينه إن أي وضع فريستان ما أم وقتها أنا هاد مش يجي كارو هاد مش هاد و ما كان ألات دوكيمنت قاعد يبنى ما أنا كبعدي وأصوب حن ولا سعوتها أكتر الصبح أنا معارض وشرني يا صوت دولة ما كان نبيت ما مركا أنا هاد و لا مني كل مش وكل مني بتجي الدورة مركا أوجان دورة هاد مدحوينه وسكت ده مركا لين عسرقنه مركا هرت بحيسين إن ما واحد كسب بعدين معناها أقبلات مدحوين الدنيا أقبلات ما بهلك أضياشة مس دد ونسحل سعره ماشي سكت ماشي تجياتي فيرا مركا بالله أقبلات عنده قوم بهني أعتقده ما كرد ماشي عشان سنة هنا ما وكان كوش يا كده ماشي هاد لا عشان سنة كان مدحوينها وياي لوك دلكنا لوكي أنه كان نبيه أنه مسؤولين توهين وياي مركا دينا تجنو مسؤولية دنا فريسة ما فهمت دنينا نفر ما يو معارضنا نفر ما يذكر نفر ما يسو مورال كييجا يو ضمير كييجا يا نفر يا إن مسؤولية أن قادنا أن تجنا ترى اللي بنا أنا وجه هذا أيضا نموضنا سحر نموضنا ما تشوفوا عن لحري هذا نموضنا وحوي أن رأي جاي ترى اللي يلا أن باوضنا أيضا ميرش جيني إن لقاتنا لقادن ده حكوا حرنت هذا ذكر الله هذا الله إيوه إرادة إلهي كحرانته وخلاف في سياسات يكالة تاقنانشي يقول قروه وكجريه إن هوشي بارلمان مدحوينها إيو أنا وليكا ملابانين وحي وإكتهاي إنو سيدي ولي قوضو مركا إن حال سياسات لقاري كرمكو مغدا هذا هو حالك سياسات وحنا شو تقني ويايبا ما يهدا مركا سوس وأرد أضيال با كتيرا اسمها كتيرا هدا تشوغا oo saan maqlay madaxweynaha la kulmayay ay laftooda shir yeelan doona dad badan oo dad badan oo dadkii yacni ku haboona inay tala dhiibtaan meesha waa ay joogaa marka ma tala laa ma fahamtay waxa rajaynayna in ay arintaasi aysan yacni dhibtan boo soo dhicinin doorasho waqtigeeda ku dhacdo insha Allah yani demokraasiyada dadku hadda ay أي الله قبل عباية ماشنا إنه هو رمر توصيص عطوا رجالنا. وده يا شا وح قد وين أي رمام القبلات هذا كلام بطلان مرجع هذاك وتير هذاك إلى هين وده يا شا رقم كا. إن وايد أنت بنا وح الأركا يي إن أنا بدك تلاقي لوسينين إن قوان هذا يو وحيابها كسر بح وده يا شا رقم كا. ما أم لا ينسى إن وح كتر كران حل جان وده يا شا رقم كو سياسة بنتلان. روح أسلاقي هاي ضياشو شغوي بدن ببطلان كهيئة ماها أن مرجع كلية وحب بدن وكو سابسن يعني أمنيقا كلا الدنباينتا داد كان هدي داد كسونا دو قابع اللو ويهي ورشوغ ياشو دعيقا ويهي منفلوس بدن واليه نسيد اللوغة برتين او ضياشا سينا وضيالا وحي أهايين وحقارة ده ومركي أي أرنتو حماتو صور لحقارة شغانا قبتا هدن ويكون حجران وأنا رجينا يا إن أي جوليستان إن شاء الله هذا أيق مديهين وأنا تكون مديسيهين إن شاء الله وسلي وحب ضم بيفرض عامين كرا كلا قيب سنام بلا لكن كده حجر تبع اللي يري سدان وراك كو أرجني إن حو هاي حوجات قارن أي دني لسه فيهين قارن أي سكريهين أرك تذا سي إن وأنا أرك وأنا مركي وجوه ريسو أرمها مها نوع عسل الأرك مركي كور المدنة والله أنا هذا ويكلا سفيهين إيو دني بقى هلا شيران إيوه وح أنا أقول لي الدنيا بقى نشيران ما أعرف وح أنت بنانك سو استا الدنيا ما كسر كذي هذانا ما نعرفين لكن إذا ضدك سبحان شيءنا يا إن الدنيا يوم عارضونا أن لقيني دنت جود ضدك شعبك أي بطلان وضياش أي إيجان وين أصلا يا هدي أقعان وأكفرينه مركب هذا شير ربع قدمان وشير الدوران أن كبر سجنه يعني دق دقين قوله يديجان كعدد كلا قاضي ولي سدح نقال إن قيبه هذي كرتون لقمة سمينين ما أم لين سا إن قوله تيجان كلقة سمين كرو جرو ويو عنها قيبه كلا لما والله سمعت أنا بروبوزل كي واحد كتير ترى يا كم هذا هيد إن السمين
golaha deegaanka waxa dadkaasi waa ay register gareeyeen waa diiwaan gareeyeen marka codayntooda in loo ogolaado oo dadka kale oo iyaga lamid ahaa fursada ay helaan la siiyo anagu waan aaminsanahay waan ku qornay meesha laakiin anaga wax gacanta noogu jira ma garatay marka waan rajaynaynaa doodaha marka la isu yimaado ya dadka diidan maxay ku diidan yihiin in dooda imaanaysa ka mid tahay dialoog haddii uu furmo oo la wada hadlo sida moogta dadka hadday wada hadlaan moogta wax badan bay ka heshiin karaan marka annaga ujeedada waxay ahayd una soo saarnay bayaanka waxay ahayd in aan keenno meel dadku ay ka wada hadli karaan ya oo aan yacni in aan neutral noqono dhexdhexaad noqono dadkaasina meel ay ka wada hadli karaan isu imaan karaan aanu keenno qoladan arjan oo laleeyahay oo siyaasadeedu meesha aadka ugu xoog badan tahay wax ma ka aragtee anugu ma garanayo arjan ergaas ma garatay waana hadal moogta iska derogatory wax fiican maaha laakiin wixii mucaarad ahaa waan aragnay say u dhammaayeen markaan garowga tagnay waanu kulanay waana is aragnay nimankaas adada ad sheegs maxda ku sheegaysa odayaashaa qaar ka midana waa is aragnay oo dadka dee aan la kulmayno tirada badna ayay ka mid ahaayeen oo mucaaradka keligood maaha mucaaradku waa badan yahay dad badana waxaa jira mudoga musharaxiinta la yidhaahdo dad badan kaloo sidooda dowladda u diidana waa ay jiraan marka wixii anagu aan gaari karnay tabartayada waan gaarnay maxaa kuu muuqda wadada watalo waa soo jeedisay wax walba waa soo jeedisay laakiin 24 sano oo 8 January ay doorasha dhacaysay ma u malaynaysaa inay noqoto markii ugu horreysay ay kadib dhacdo inay noqon karto ma kugu muuqataa ilaah idinka ma rajeynayo sunno yani loo bartay yani sunno ma ahaan jirta saas sunnadu waxay ahaan jirtay doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo regardless ma fahamtay waqtigaygii anigu halkan kasoo tegay 2019 ku way dhacday waqtigii furoole January 8 2014 waa ay dhacday waqtigii ka horreeya 2009 January 8 waa ay dhacday marka trendkaasi inuu socdo wax dadku ay ku xisaabtamaan weeye waqti la sugo weeye marka in golayaasha dowladdana dawayba dhacayaanba madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaanayaa baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaanayaa marka haddee faraaq dastuuri ma dhici karo ma fahamtay marka in doorashadii dhacdo January 8 waa khasab in xisbiya la isku dooro karo waqtiga dhiban markaa fiiriso ma u malaynaysaa haddii ay suurtageli kari weydo ila hadda waxa dhacay waxay ahayd wax markii hore dhacay waxay ahayd registration-kii la soo biyay waxay ahayd waxaa loogu talagalay golaha deegaanka hor doorashadii dhacday in la kala inaad fahamtaan baan rabaa waxay ku ekayd golaha deegaanka haddii doorasho kale la sameynayo waxay u baahan tahay registration cusub isdiiwaangelin cusub waxay u baahan tahay waqti yani in oo yani way u baahanaysaa laakiin dee waxaan rabaa taa si aan dadku tuhun u gelinin taas haddii suurtogeli karin farsamo kale iyo qaab kale oo degdeg lasugu dooran karaa jira taa in la aadaa fiican marka directly electionka miya ama in direct election hanoqoto ama xulitaanka odayaasha soo xul jiran hanoqoto ila xal baa la rabaaye kabacdina dee markaas yani cidda kale imaanaysa ay dhammaystirto dimuqraasiyadda iyo next time sar maadaama aada madaxweyne soo noqotay 5 sano soo maamulaysay hadda ma kugu jiraa rajo ah inaad is sharaxdo mar kale oo aad madaxweyne ka noqoto Puntland meeshaas walaale waa soo joogay 5 sano ma fahamtay waa 5 sano waqti dheer weeye marka waxaan umalaynaya caraf dambe anay ugu hor umalaynaya meesha inay jiro marka laakiin hadda arrintaas maba waqtigeeda ma joogana mana ka hadlaya marka insha allah ma oranayo dee moogtaa qofna ma oranayo nebasaynaba laakiin hadda aniga wax rajada meeshaas hadda weyna iga jirtahay ma ay jirto aada aad u mahadsan tahay waqtiga aadna siisana waa kaaga mahadcelinayaa madaxweynaha hore ee dowlad goboleedka Puntland ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaan uga mahadcelinayaa fursadda aadna siisay boqolkiiba boqol waa kaaga mahadcelinayaa farsamo yaqaanada Cabdiraxiin Xuseen Ceylaawe Sayid Cali iyo Cali Yaasin Cali adinkana waa idin mahadcelinayaa tan iyo kulanti dambe sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda isgaarsiinta Somnet waxay idin haysaa
كعصب.